إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ونزل بها وحل ضيفا كريما على الأنصار، أكرموه ورفعوه وحموه وقاموا به خير قيام، بذلوا أموالهم، بل بذلوا أنفسهم ودماءهم لحمايته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أتى إلى المدينة وقد استنارت المدينة وصار الصحابة يلمسون ذلك، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنار كل شيء. عند ذلك لما أتى ونزل ضيفا في بيت أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، أول وبدأ ببناء المسجد، فلما بناه وأقامه آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان الأنصار في حروب دامية طويلة المدى سفكت فيها الدماء، ينامون ويستيقظون عليها. فلما جاء النبي وآخى بين المهاجرين والأنصار، مدينة يثرب مدينة محصورة ليست بالكبرى ولا بالعظمى، لكن حل فيها من العداوة والشحناء والبغضاء ما لا يتصور بعقل إنسان. يقول الله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، لو أنفق النبي ما في الأرض جميعا من الأموال والعقار والذهب والفضة وما في الأرض على أن يؤلف بين أهل هذه القرية الصغيرة ما استطاع. إذن عداوة متعمقة في صميم قلوبهم، عداوة كبرى لا يزيلها ما في الأرض جميعا، لكن الذي ألف بينهم هو الله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. انظروا إلى هذه المدينة، ليست بالكبرى. نستفيد من ذلك أن الأخوة بين المؤمنين هي أغلى من الدنيا، وهي أرفع وأثمن من كل ثمين. أزال الله العداوة بينهم ببعثة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأخوة رفعت كلمة أنا، ليس هناك شيء اسمه أنا، وإنما اختلطت بدمائهم وأموالهم وصاروا جسدا واحدا، لأن المؤاخي هو رسول الله، وآخاهم على القرآن الكريم وبما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. أيها المسلمون، الحروب الدامية التي استمرت وبقيت، جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رافعا لها، دعاهم إلى الله فأجابوه، وأمرهم فأطاعوه، وأخبرهم فصدقوه صلوات ربي وسلامه عليه. وانظروا في قول الله تبارك وتعالى واصفا للمهاجرين والأنصار، يقول في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء صادقون وأولئك مفلحون. آخى النبي فارتفعت فوارق اللون، والأرض والقبيلة وصاروا إخوة تحت مظلة الإسلام، ربهم واحد، نبيهم واحد، قرآنهم واحد، صاروا متحابين متآلفين.
وانظروا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، آخى النبي بينهما. عبد الرحمن من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار. عبد الرحمن هاجر فقيرا لا يمتلك شيئا، وسعد بن الربيع كان من أكثر الأنصار مالا. فلما آخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما قال سعد بن الربيع: لقد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، أني من أكثرهم مالا. فقال رضي الله تعالى عنه: لقد علمت الأنصار أني من أكثرهم مالا، فتعال أشاطر كمالي، عندي زوجتان، انظر إلى أجملهما فأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك، بارك الله لك في أهلك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. فذهب إلى سوق بني قينقاع وعمل في السوق، وجمع شيئا من أقط، وغاب أياما. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إليه فرأى وضرا من طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت. قال: بكم؟ قال: بوزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاء. هل سمع التاريخ بأخوة كهذه الأخوة التي بين الأصحاب من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم؟ روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى إليه الأنصار وقالوا له: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل. فقالوا: لا، أبى المهاجرون، ورفضوا هذه القسمة وباركوا للأنصار رضي الله عنهم. فقالوا: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمر؟ فقالوا: سمعنا وأطعنا. قال المهاجرون للأنصار: سمعنا وأطعنا. فكانوا يعملون ويزرعون، فإذا جاء الثمر أعطى الأنصار المهاجرين وأكلوا معهم. بل أراد النبي أن يقطع للأنصار مال البحرين، فقال الأنصار: لا، حتى تشرك إخواننا المهاجرين، حتى تشرك إخواننا المهاجرين، أو تقطع إخواننا المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أنعم بالأنصار. أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض ويواسي بعضهم بعضا، لأن هذه الأخوة هي الأخوة الباقية، هي المتينة التي تبقى إلى يوم القيامة. ولهذا الله جل وعلا أخبر وعبر بالنفس عن الأخ، عبر بالنفس عن الأخ، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره، فقال أنفسكم لأن أخاك هو كنفسك، هو قطعة منك. ويقول الله تبارك وتعالى: فلولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم على أحد التفسيرين. وقال الله: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا تلمزوا إخوانكم. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: على منوال هذا وعلى هذا المضمار أنت يا مسلم، أخوك المسلم إنما هو قطعة منك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تقتلوا إخوانكم، فإنكم إن فعلتم ذلك فكأنما قتلتم أنفسكم. معاشر المسلمين، الأخوة الإسلامية لا تنتفي ولو وجد القتل والحرب، ولو وجدت الجنايات، فإن الأخوة لا ترتفع، هي أقوى وهي أمتن. يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه، انظروا، فمن عفي له من أخيه قتل قريبه وقتل أقرب الناس وأحب الناس إليه. يقول الله: فمن عفي له من أخيه فالأخوة باقية، وإن وجد القتل لا ترتفع الأخوة. ويقول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين لم يخرجهما من دائرة الإسلام مع وجود القتل والسفك والمشاكل والإحن
والحزازات الإيمان باقي إلا من استحل، فمن استحل دم أخيه المسلم فقد خرج من دين الإسلام. العبد ما دام مسلما فهو أخ لنا، عبد من العبيد يباع ويشترى ويستخدم ويمتهن. مع ذلك ما دام مسلما فهو أخ لكم، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال: فإخوانكم هو عبد، ومع ذلك هو أخ لك في دين الإسلام. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، هو يتيم. ومع ذلك قال الله: فإخوانكم. يا معاشر المسلمين، يقول ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما حصر وقصر، هكذا يقول العلماء، إنما هذه أداة حصر. الأخوة الصحيحة الصادقة هي بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. أما بين المؤمن والكافر فليس بينهما أخوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع التوارث بين المؤمن والكافر، قطع التوارث بينهما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الأخوة الدينية هي أقوى من الأخوة النسبية، فإذا جاء الكفر فإنه يقطع التوارث بينهما، وما ذلكم إلا لقوة هذه الرابطة. معاشر المسلمين، يقول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن التآلف والتحاب يكون بين المسلمين إذا امتثلوا لدين الله، أما إذا لم يمتثلوا فإن العداوة والبغضاء تنتشر بينهم، كما انتشرت بين اليهود والنصارى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقول الله: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظر، الفرقة تجلب الشتات. إذن الاجتماع هو من أصول أهل السنة والجماعة، الاجتماع. ولهذا يقال أهل السنة أهل الاتباع والجماعة، لأنهم يدعون إلى اجتماع الكلمة
وإلى ائتلاف القلوب. أقول ما قلت وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، يقول ربنا مبينا بعض معالم الأخوة، قال الله: فإن تابوا، أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. من أقام الصلاة وكان موحدا وتاب من الشرك وآتى الزكاة فإن هذا أخ للمسلمين، الذي أخبر الله بأنه من إخواننا هو الله. فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يا معاشر المسلمين، من شدة الأخوة التي حثنا عليها ربنا أن جعل المسلمين كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، هل أحد منا يفرط بعضو من أعضائه؟ هل يفرط برجله أو بيده أو بعينه أو برأسه؟ لا وربي. ولهذا أخوك المسلم ربط الإسلام بينك وبينه كما ربط بين الكف والمعصم، وبين القدم والساق، وبين الرأس والجسد، لأنك لا تعيش ولا تحيا إلا به. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه، بل عن النعمان بن بشير، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إنه ارتباط المسلم للمسلم كالعضو وكالجسد مع أعضائه، إذا تألم ظفره فإنه يئن ويتألم قلبه، فكيف إذا تألم قلبه؟ أيها المسلمون، مثل النبي المؤمنين بالبنيان، البنيان يشد بعضه بعضا ويمسك بعضه ببعض ويربط بعضه بعضا، البنيان الذي ليس فيه ارتباط آيل إلى السقوط ولا بد، بل هو سهل على من أراد أن يسقطه، هو سهل عليه. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي بين أصابعه الكريمات الشريفات صلوات ربي وسلامه عليه، مؤكدا كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن قوتك هي بأخيك، وثباتك هي بأخيك، وبقاؤك هي بأخيك. وانظروا إلى موقف عظيم عظيم جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبي خرج في غزوة من الغزوات، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه على مؤخرته حتى ألقاه، ف
فقام المهاجرين وقال يا للمهاجرين، وقام الأنصاري وقال يا للأنصار، أخبر النبي بذلك؟ قال دعوها فإنها منتنة، إن هذه الأمور والخلل والتصدع الذي يكون بين المسلمين يجلب القذر ويجلب النفن، لكن إذا سد بقيت قوتهم وبقوا في عزتهم، الله جل وعلا هو الذي يبقيهم. أيها المسلمون، الأخوة فضائلها كثيرة، الأخوة فضائلها كثيرة. الله جل وعلا يوم القيامة ينادي أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، يناديهم ربهم أين المتحابون. وجاء في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهكذا جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال زار أخ أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية أزور أخا لي في الله. قال هل لك من نعمة تربها عليه أي تطلبها منه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول رب العالمين إليك، أخبرك بأن الله أحبك كما أحببته فيه. ملك ينزل ويبقى موكلا من رب العالمين في طريق هذا الرجل الذي يريد أن يزور أخا له في الله. أيها المسلمون، جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، وفي لفظ ولا يخذله. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فضائل عظيمة. وجاء أن من أحب لله ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه ووجد حلاوة الإيمان، ومنها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يا أيها المسلمون، حافظوا على أخوتكم، حافظوا على صلاتكم، ولتكن قوية الأواصر كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك أن توجد الأخوة بيننا يا رب العالمين. اللهم ومن أرادنا وأراد إخوتنا وأراد أخوتنا وديننا، اللهم أشغله في نفسه، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له راية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحمي حوزة المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا صادقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة
لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأمريكا ودولة اليهود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالظالمين المعتدين الغاشمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا يا رب العالمين. والحمد